السلام عليكم، بخير أحبابي طلاب وطالبات الصف الأول والثانوي، والآن مع النسر في العصر الجاهلي، حيث يختلف النسر الجاهلي عن الشعر فيما يلي: يتسم بالدقة والإيجاز وجمال الصياغة ودقة الألفاظ ووضوح المعاني وسلامة الفكر وقلة الصور الخيالية، وأخيرا شيوع المحسنات البديعية. تعال نتعرف أكثر على النثر الجاهلي وفنونه. فنون النثر في العصر الجاهلي هو سؤال مهم جدا: الخطابة، الوصايا، الحكم، الأمثال. تعال نتعرف على كل هذه الأشياء. نبدأ بالخطابة. الخطابة تعتبر من أقدم فنون النثر، وهي فن مخاطبة الجماهير وجذب انتباههم وتحريك مشاعرهم بكلام بليغ موجز. أهدافها تهدف إلى الإقناع والإمتاع والاستمالة، وتتطلب من الخطيب تنوع الأسلوب وجودة الإلقاء وتحسين الصوت وأيضا استخدام الإشارة، وهي قطعة من النثر الرفيع قد تطول أو تقصر حسب الحاجة. وتعتبر الخطبة من أقدم فنون النثر لأنها تعتمد على المشافهة. سمات الخطبة: أولاً قصر الجمل والفقرات، جودة الصياغة ووضوح المعاني، شدة الإقناع والتأثير، سهولة ووضوح الفكر، جمال التعبير وسلامة الألفاظ، وأخيرا التنويع في الأسلوب بين الإنشاء والخبر. تتكون الخطبة من المقدمة وفيها تمهيد وتهيئة للفكرة، والموضوع وفيه مناقشة الفكرة وعرضها، ثم الخاتمة وتلخيص لمجمل الخطبة. من أشهر خطباء العصر الجاهلي قص بن ساعدة الإيادي وأكثم ابن صيفي. ننتقل إلى الوصايا. الوصية قول حكيم صادر عن مجرب خبير، يوجهه إلى من يحب لينتفع به أو من هو أقل منه تجربة. تتكون أيضا الوصية مثل الخطبة من مقدمة، تمهيد وتهيئة لقبول الوصية، وموضوع عرض للفكر، والخاتمة إجمال لموجز الوصية. سمات الوصية: 1- سهولة الألفاظ ووضوحها، قوة العبارة، صدق العاطفة، قوة الإقناع والتأثير، ترابط الأفكار وتسلسلها، وجمال الصور والأخيلة، أيضا وضوح المعاني وتكرار بعض المعاني باستخدام المترادفات، أخيرا استخدام المحسنات البديعية وخاصة السجع. ننتقل إلى الحكم، وهي خلاصة تجربة أو درس أو موقف تعلمها الإنسان في حياته. تتسم بجمال الصياغة والإيجاز، هدف الحكمة توجيه الإنسان إلى الخير. أخيرا الأمثال، هي أقوال موجزة سائرة على الألسنة، ووردت في حادثة ما، وزاعت وانتشرت على مر العصور. والمثل له مضرب ومورد: المورد المناسبة التي قيل فيها ابتداء، والمضرب وهو الحالة التي تشبه تلك المناسبة التي قيل فيها المثل أول مرة. يتسم أسلوب الأمثال: الإيجاز، جمال الصياغة، وضوح المعنى، وسلامة الفكرة.